السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على كل حال وعلى كل الأحوال، في مجلس الكلام الدين مدني زي ما وصلنا السيد الخايد فريق أول محمد حمدان دقلوا حفظه الله ورعاه، قال ماذا يريد تصوير الشغل يكون كتان زي ما ورينا قلنا المعلم البارز. احنا الآن زي ما بقول المنطقة اكس ناس الجيش، احنا حدود ولاية الشمالية مروي الخناق من المحل وليامات، شايفين الطيران لاف عندنا ونبدي 7-6-5 طيارات شوية كده من الزراء. ما نحن من وين جايين وين؟ والفرصة مفتوحة لجميع اخواننا، كان في الحركات كان في الجيش الداري يسلم حبابه، سلم تسلم ناس الحركات الجاي يسلم حبابه 10 والله. نحن ناس اخوان وما بيناتنا ما بيننا وبينكم حاجة، نحن موضوعنا مع دخول الكيزان الله اكبر. ونحن عند بواسطة جنابه ابراهيم حمدان مدير الاستخبارات في الخرطوم بدل مكمل الشغل مؤسس لنا عربيتين والامور كلها طيبه والله، ومبشر الاشاوس في جميع المحافظ كلهم مرموا قدام يا شباب اخوانكم في الطريق في طريق الشمال والله رامين قدام، اقسم بالله الرجعة اللي ورا ما في نرمي قدام، بس عرفنا القضيه ثم القضيه. احنا لابسين الكاكده عشان نموت، احنا لابسين الكاكده لابسين الجاهزين ليش يعني؟ عشان نموت اقسم بالله. والجيزان الفلول والله انتهيت على الدولة 56، احنا مكسرين الدولة 56. تشوفونا الشبال الصغار تشوفونا ديل اقسم بالله ارجل مننا الله ما خلق ذات ما بخلق ذات، ده كلام انا اقوله لكم. شوفوا الاشاوس وشوفوا براهم زي ما قال الشيخ رايد اختصار بس بدون تصوير، دي حاجه بسيطه. وناس الحركات الدار يسلم حبابه 10 والدار الحرب حبابه 2000. الله اكبر الله اكبر. ونشكر جنابه ابراهيم بالتعاون معانا والتعامل وما قصروا له، الشكر والتقدير والاحترام. وارموا قدام عشاوز الله اكبر الله اكبر.